اهلا بيكم حبايبي حلوين، ان شاء الله باذن الله النهارده هوريكم تتبيله فراخ مشويه على الفحم. التتبيله دي بجد رهيبه 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 جدا. انا اعتبر دي اختراعي، يعني شويه من هنا على شويه من هنا كونت لكم شويه المكونات الحلوين دول باذن الله. شويه المكونات اللي انا هوريهم لكم دلوقتي، الخلطه بتاعه التتبيله ديت بجد بجد سحريه سحرية، طعم جميل وشكل الفراخ نفسها أحمر وجميلة. فإن شاء الله بإذن الله هتدعولي، ولما تعجبكم الفراخ ما تبخلوش عليا بالاشتراك في الفيديو. تابعوني، تعالوا نقول المكونات مع بعض. عندنا ملح، عندنا كمون، عندنا سكر، عندنا فلفل أسمر، بابريكا، بهارات فراخ، وعندنا هنا يعتبر نص كوباية ليمون معصور، يعني 3 4 ليمونات عصرينهم ومصفينهم. عندنا هنا خضرة مقطعة اللي هي كزبرة على شبت، حبة صغيرين مش كتير. عندنا هنا فرخة هي اعتبر 2.5 كيلو، او هي ازيد شوية من 2.5 كيلو، مقطعاها وغسلها ومنضفاها كويس. عندنا توم، عندنا برتقانة كده صغيرة مقشرينها، مقشرة نصها وسايبة نص القشر، عشان مبحبش بصراحة القشر كله، يعني مقشرة نصها وسايبة ايه النص التاني بالقشر بتاعها. عندنا زيت، عندنا طماطم مقطعة، عندنا معلقتين هريسة شطة، بس طبعا الهريسة ديت انا مش عاملاها بالشطة اللي هي الحراقة، انا عاملاها بالفلفل الاحمر الرومي اللي هو مش حراق. عندنا اللهم صل على سيدنا محمد بصلتين كبار مقطعين، وعندنا يعتبر معلقتين خل. تعالوا نبدأ مع بعض بالمكونات ديت. انا هفضي كل المكونات دي في الخلاط، ماشي، وهخلطهم مع بعض في الخلاط اللي قدام حضراتكم ديت، وارجع ان شاء الله اوريكم التتبيله وانا بحطها على الفراخ. اهلا بكم حبيبي، رجعت لكم تاني. وبعد ما خلطت الخليط في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين، هذا الخليط اهوت اهو، يعني ما يكونش ما تنعمهوش او اهو ماشي. انا مسكت كل المكونات حطيتها في شبشق الخلاط، حطيت طبعا السوائل الاول اللي هو مثلا الزبادي، الليمون، الزيت، اللهم صل على سيدنا محمد، الخل، المكونات السائلة الاول، وبعدين بقيت المكونات الجامدة شوية بحيث ان هي تسهل من عملية الخلط. هتدوه الخليط بعد ما تخلطوه، لقيتوه محتاج ملح هتزوده شوية ملح، مش محتاج خلاص، المهم يبقى الملح بتاعه مظبوط عشان الشوي يبقى تمام. هتيجي هنا ان شاء الله على الفراخ. عندنا الفراخة هي مقطعة زي ما حضراتكم شايفين، الورك مقطعاه 2، وعندنا الجناحة برضو هشويها بيبقى طعمها جميل، عندنا عيالي بيحبوها. ده الصدر، شايفين بقى الصدر عامل ازاي؟ بصوا بصوا انا عملت ايه في الصدر، خرمته بالسكينة، يعني مسكت السكينة خرمته من كل اتجاه اهوت، ومن هنا برضو فتحت اهوت، بحيث ان انا احط جوه هنا التتبيلة وتحت الجلد التتبيلة وفي كل مكان، فتشرب الفرخة التتبيلة كويس. طبعا انا بتبلها دلوقتي من بالليل، لازم تفضل ليلة بحالها في التتبيلة بحيث ان هي تشرب التتبيلة وتبقى طعمها جميل، انما مثلا نحطها ساعة او ساعتين بس مش كفاية ان هي تشرب التتبيلة وتاخد الطعم بتاع التتبيلة الكويس، ويبقى ايه ملحها مظبوط وكويس. انا طبعا بصور بايد واحدة، بصور بايد وبشتغل بايد التانية، فانا مش هعرف احط معاكم تتبيلة بايد واحدة، فانا فاصل وانا واصل. دلوقتي انا حطيت التتبيلة على الفراخ، وزي ما حضراتكم شايفين التتبيلة مغطية كل الفرخة. طبعا حاطة في الوسط، حاطة تحت الجلد، حاطة تحت الفراخ وفوق الفراخ في كل مكان، وزي ما قلت لحضراتكم لازم تخرم الفراخ كويس بالسكينة بحيث ان هي تشرب التتبيلة دي وتبقى طعمها جميل. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هنسيب التتبيلة دي ليلة كاملة، الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة، وهنتقابل ان شاء الله باذن الله الصبح على الشواية، وهوريكم اهم خطوة برضو بعد خطوة الخلطة ديت، وهي طريقة الشوي وازاي نطيب الفراخ كويس على الشواية. تابعوني. دلوقتي رجعت لكم يا حبايبي بعد ما حطيت الفراخ في الشبكة اهيت، ادي شبكة الشوي اهيت زي ما حضراتكم شايفين، حطيت الفراخ فيها اهيت وقفلت عليها، وده الخلطة اللي باقية من الفراخ، مش هرميها عشان هوريكم واحنا على الشواية هنعمل بها ايه بالظبط. يلا تابعوني على الشواية. دلوقتي انا بولع الفحم زي ما حضراتكم شايفين، ولعت 3 4 قطع فحم كده على البوتاجاز وحطيتهم
تتحط فوقهم بقية الفحم. ودلوقتي مشغلة مروحة عليهم اهيت اهيت، بحيث كل الفحم هيولع كويس. واحط بقى اللحمة بتاعتي. دلوقتي حطيت الفراخ على الشواية زي ما حضرتكوا شايفين اهيت. رجعت لكم يا حبايبي، وادي الفراخ اهيت على الشوايه زي ما حضراتكم شايفين. انا كل شويه بشيل شوايه وبقلبها بحيث ان هي ما تتحرقش. طبعا كمان الفرخه بتاعتنا كبيره، هي الشعوطه اهي من فوق، فاحنا هنشيل الشعوطه ديت. وده طبعا وارد في الشوي كله، اي فراخ بتعمل كده اهي، هنشيل الشعوطه دي كده على خفيف. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنجيب الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اهيت، وهنحطها، هنحط معلقه كده على كل ايه، على كل قطعه اهيت. ليه بقى انا بعمل كده؟ انا بعمل كده يا حلوين علشان الفراخ تتشرب عندي من التتبيله وتبقى كويسه. ومن ناحيه الخلطه ديت هتحمي الفرخه ان هي ما تتحرقش، الخلطه اللي فوق هي اللي هتتحرق، انما الفرخه مش هتتحرق. وفي نفس الوقت انا عايزه اطول المده بتاعتها على الشوايه بحيث ان هي تطيب كويس، ما تكونش فيها دم من جوه وتكون بتشد وكده. انا عايزينها تستوي كويس، اهم حاجه في الفراخ المشويه ان هي تستوي كويس. معلقه على كل قطعه اهيت، مفرطه زي ما حضراتكم شايفين كده اهيت اهي. امسك بطف السكينه او المعلقه واغرز كده، هغرس كده بحيث ان هي تشرب التتبيله كويس. ماشي معايا؟ تبقى طعمها حلو من جوه، ما تكونش هي واخده شربه من التتبيله من بره بس، ومن جوه تكون ايه اللحمه زي ما هي. لا، انا عايزه كل قطعه في اللحمه تكون طعمها حلو. زي ما قلت لكم الخلطه دي هتحمي الفراخ، مش هتخليها تشعوط ونشف، وما تخليهاش ناشفة، يعني هتبقى طرية. هقلب معاكم بقى على الوش التاني، هعمل برضو نفس الحكاية على الوش التاني. هفضل اكرر في الموضوع ده كتير لغاية لما الفراخ تستوي معايا. ايه رايكم في الفراخ بعد ما شويتها؟ بجد جميله جميله، وريحتها ماليه الدنيا. ان شاء الله باذن الله، انا متاكده جدا ان الوصفه ده هتعجبكم. لو عجبتكم ما تبخلوش عليا في الاشتراك.